من يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيث سباه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. الفضل لله والنتين، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. إن الرسول صلى الله عليه وسلم والنينان سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة خطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. إن ده والنينان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. إن ده كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إن ده لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إن ده أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيح فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. والنينان: سبحان الله العظيم وبحمده، ورثت له نخلة في الجنة. إن ده يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. إن ده أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. إن أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الاستغفار للتوبة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. إن ده يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. إن ده من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فر من الزحف. إن ده أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. إن ده
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.